الواحد ما بيرتاحش غير في بيته، بس بصراحة بيوتنا فيها شوية عجايب كده عنب. أنا النهاردة جاي أكلمك عن عجائب البيت المصري. زي إيه؟ زي التشابه ما بين البيت المصري وبيت الأشباح. في جملة شهيرة كده في كل البيوت المصرية من غير استثناء بتاعت أنا كنت حاططها هنا بإيدي بقى راحت فين بقى اختفت يعني؟ يعني الأرض انشقت وبلعتها؟ عفريت أخدها يعني؟ الجملة دي بتاعتنا إحنا بس بعون الله، اسمعيهاش في أي بيت في العالم. عمرك سمعتها بالفرنساوي؟ مستحيل هيترجم إزاي انشقت وبلعتها دي؟ مفيش. زي مثلا يا ابني أنا بنادي عليك بقالي ساعة لما صوتي اتنبح، ما تردش عليا ليه؟ وأنا قاعد في الأوضة اللي جنبها صاحي ومركز ومش مشغل مزيكا وبكامل قوايا العقلية، ما سمعتش حاجة، يبقى بسم الله الحفيظ. ساعات بقى بتتطور وتقول لي ما سمعتنيش وانا بسقف لك. لا انا سامعك بتسقف يا ماما، بس فاكرك مبسوطة مثلا شوية بترقصوا جوه في جو لذيذ احتفال اي حاجة يعني. انا مش فاهم ايه سقفت لك دي، مش فاهم هو انا اهواجي؟ بس برضو البيت المصري فيه شوية عجائب بنت حلال لذيذة. يعني تلاقي بيت مكون من اب وام وثلاث ولاد مثلا، مرتب الام على الاب على الحوافز على البدلات على كله 3000 جنيه. الولد الكبير في جامعة خاصة، البنت مخطوبة وبتتجهز وخطيبها وعيلتهم راشقين في البيت كل يوم ولازم ياكلوا مكرونة بشاميل وبوفتيك في كل مرة. الولد الصغير في ثانوية عامة وبياخد دروس في كل المواد، بيتمرن كمال أجسام وبيروح يوميا الجيم، بيستهلك بروتينات كتير، وجدتهم عايشة معاهم ونفسها في المانجا الفص يا عيني قبل ما تموت، والدنيا ماشية. 3000 جنيه وفلة ماشية ازاي بقى؟ محدش عارف. عجائب البيت المصري. من الظواهر الخارقة في البيت المصري برضو البتاع. ايه البتاع ده؟ انا هموت واعرف. البتاع ده هو شيء مبهم غير مميز باي شكل من الاشكال، لكنه مفهوم ضمنيا ما بين افراد الاسره جوه البيت الواحد. ده تعريف البتاع. يا شريف هات لي البتاع بتاع البتاع المدوره اللي اسمها ايه دي اللي جبتها امبارح من الراجل اللي بيبيع البتاع اللي بالجمله ده. بص هتلاقيني حاطاه في البتاع الازاز اللي فوق البتاع اللي بتتفتح بتاع حديد جنب البتاع القديم. لا يا بابا ده بتاع الجيران، ده مالكش دعوه بيه. لا الولد راح في ثانيه وجابه ورجع عادي جدا مع البتاع من غير اي سؤال فهم. طبعا من اشهر أقدم الظواهر في البيت المصري ظاهرة اختفاء فرد الشرابات، لدرجة إن العلماء بدأوا يحطوا كاميرات مراقبة في الحمامات والبلكونات والغرف المقفولة علشان يدوروا ويشوفوا الشرابات بتروح فين، يعرفوا مكان الخرم اللي الشرابات بتتشفط فيه، الثقب الأسود اللي بيبلع الشرابات ده. طبعًا في مشاكل كتير بتترتب على موضوع ضياع الشرابات ده، يعني بيحصل انعدام ثقة أيوة ما بين أفراد الأسرة والله. يعني تلاقي بتقول له مثلًا وديتي فرد شراباتي فين يا منال؟ قلعت فردة الشراب فين يا حسين؟ أنت خلاص بقى التخوين ورمي التهم ونطعن في شرف بعد كده، ده اسهل حاجه. مفروض حضرتك الشرابات بعد كده تتباع 3 فرد، ده اقتراحي، علشان الطبيعي ان في فرده بتختفي للابد بعد اول غسله، دي دوره حياتها قدرها كده، واتنين بيعيشوا مع بعض خلاص اعملوهم 3 اعملوهم صح بقى. برضو من عجائب البيت المصري منطقه تحت السرير، ده عالم قائم بذاته، حياه تانية خالص. يعني جربي كده حضرتك حاجه تقع منك تحت السرير، انزلي هاتيها وهتشوفي عالم موازي. العربيه بريموت كنترول اللي ضاعت منك وانت عندك 4 سنين في الكويت، جزمه استرزت رغم انك مالكيش في الكوره بس كان عندك واحده، بندقيه رش ورش وبومبنايه بقفلتها نوعها ملوكي او العبد ايام ما كنا بنصنع بومبوني محلي، الكره اللي شطيها وضاعت منك وانت في راس صدر، خالك اللي اتقطعت اخباره من العراق، عربيه عمك اللي اتسرقت في الثمانينات. تحس كده ان دي فجوه زمنيه واتفتحت. انا واحد صاحبي وقع منه حاجه تحت السرير، بعت ابنه يجيبها له، الولد ما رجعش، كانت ماساه. ايه ده؟ طب وايه اللي حصل لصاحبه؟ لا هو خلف تاني عادي، بس سد بقى تحت السرير دي باسمنت عشان لقى عددهم بيقل، فاهمه؟ في البيت كل يوم في حد مش موجود تحت السرير بيتخن، يعني الحمد لله بقى كويسين دلوقتي. عندنا كمان من ظواهر البيت المصري ملف مهم جدا وحساس، اللي هو ملف الحاجات البيتي، زي المربى البيتي، العصير البيتي، الكنتاكي البيتي، الكشري البيتي، البسبوسه البيتي المشهوره دي طبعا. الحاجات دي بتبقى منتجات فيها ملمح من ملامح المنتج الاصلي، ملمح باهت كده بعيد، بس الستات بيبقوا شايفينه انه هو بالظبط وبيتفوق على المنتج الاصلي في حاجات كتير جدا. يعني المربى البيتي ده حضرتك بتبقى ايه؟ بتبقى جيلي بالفاكهه بس تقيل سيكا. الكنتاكي البيتي دي فراخ مسلوقه محمره ملزوق فيها فتافيت عيش بايت ومداس عليه كده ومحطوطه في زيت كان مقلي فيه بتنجان قبل كده. الكشري البيتي ده طبعا اساسه بيبقى كميات مختلفه من بواقي الرز بتاع الحلل بتاع الشهر اللي فات كله، يتزنجف كده بشويه مكرونه مشكله شويه عدس وصلصه وتعشت. البسبوسه البيتي بقى دي كيكه اسفنجيه عاديه خالص، بس السفنجه شاربه شويه شربات زياده بس كده. كل التأييف ده واعاده التدوير بيسمي زورا وبهتانا بالحاجات البيتي، وبيدفعوا فلوس كتير ويتعبوا جدا عشان يعملوا مثلا كحك، بتلاقي البيت مقلوب وبودره ودقيق في كله وسكر ومش فاهم ليه، وانا لازم اكل طبعا الكحك البيتي ده وهيص بقى واترقص من جاب. انا عايز حاجات عاديه، عاوز كحك عادي، وما تتعبيش نفسك يا ماما بالمنظر ده، ارتاحي. في ظاهره عجيبه جدا بقى، ظاهره تنظيف البيت المصري تنظيفه تمام التمام. امتى؟ قبل السفر مباشره، ننتع البيت نتعه مفتخره، نقفله ونسافر، نرجع نلاقيه مليان تراب عادي جدا، فننظفه تاني من الاول وجديد، نفس التنظيفه بالملي وبمنتهى الهمه والنشاط والسعاده. من الظواهر الغريبه جدا برضو عندنا في بيوتنا فكره تقفيل البلكونات، مش عارف ليه
احنا بنتضايق قوي من اي بلكونه، وجودها في البيت بيوترنا وما نرضاش نسيبها في حالها ابدا. تلاقي البلكونه متر في متر ونص، حاجه صغنونه كده، ونحكم راينا لا ندخلها في البيت. نوسع على نفسينا، نوسع ايه يا ابني؟ ما فيش، ما نهداش الا لما نعمل كده يعني. خلاص الدنيا كده ظبطت جوه، النص متر اللي كان فيه متنفس ده هو اللي كبر القعده، يعني في شخص كمان هينفع يقعد معانا، بني ادم واحد نص بني ادم، ما كان قاعد معانا هو في البلكونه عادي، ايه المشكله؟ ليه المصاريف بقى دي؟ وليه الفرق مش عظيم قوي يعني؟ من الظواهر بقى الخارجيه للبيت المصري هو ان وانت قاعده في البيت تسمعي الباعه الجائلين، اغرب حاجه فيهم هو اصرارهم على الغموض. انا ما بفهمش منهم حاجه، نداءات غريبه جدا، في شفره، عشان ايه السر في كده يعني؟ انت حضرتك سارح بشويه بصل في الشمس وتعبان طول النهار، يعني سهل مأمورياتك، عرفني انت بتقول ايه، وضح انت معاك ايه البضاعه عشان تخلص وتبيع. يعني ايه دي؟ اسياتين يا لتي بس يا ايه اللغه دي؟ قول لي. بعدين تلاقي ماما تقول بص شوف بيبيع ايه، مامتي مش عايزه حاجه. لا لا نعرف نعرف باحتياطي، بص بيبيع ايه، ما هي مش عارفه وانا مش عارف، بص احتياطي وما بنجيبش حاجه. لا انا مش فاهم بقى، مش يبقى حاجات بتختفي وبلكونات متقفله وبسبوسه بيتي جوه وانا عايه بره، وايه البيت ده؟ عجائب البيت المصري.